شوفوا، اما سالفه ان نجلس نراقب اللي رايح واللي جاي، هذه سالفه صعبه ومحتاجه الى امكانيات معقده. اهو بدا يتحسد علينا على بكاميرته. دريت الله لا يعوزنا لك، ما نبي شيء منك. همش خلود، همش نمشي. لا يا حبايبي، ما كذا السالفه. السالفه ان الكاميرا فيها فلاش، فاحنا لازم نبحث عن اسلوب اخر صامت وسري. فهمته؟ مش فهمت، ما اعرف بس فهمته. هو يقصد له ايه؟ ان يعني نحن نسوي مثل الافلام مال الشرطه. ايوه يعني ايش كذا؟ يعني نجلس نراقبهم في الظلام الداكن ونراقبهم وبعدين نراقبهم وهم ما يشوفونا، صح؟ عليك نور، هذه هي الطريقه وبكل بساطه. انزين انا عندي عاد سؤال تو مهم. سؤال، هل تعتقد يعني بانه اذا سوينا هذه الطريقه بنقدر نمسك الحراميه اللي حرقوا بيت عمي مراد واللي سرقوا الدكاكين؟ لا 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 لا، احنا فقط بنراقبهم، هين يروحوا وهين يردوا، وبعدها نبلغ عليهم الشرطه ويلقون عليهم القبض ويطلع ابوك براءه. حكمه. اقول علي، هاي الصور كلهم ما يبين فيهم شيء، وين مصورهم؟ ظلام، كلش ظلام ظلام، مصورهم في كهف. شوف شوف، حتى الحبه خول ما تبين. ما تبين. انت ايش سويت بالفيلم؟ حرقت علي الفيلم الله، وفقرتني الله يفقرك ان شاء الله. ما صار شيء. يا دندن يا دندن. فايزة، كم مرة قايلت ليش ما تسوي هذه الحركة؟ أنت ما تسمعي الكلام؟ أنت بعد زعلانة عشان سالفة عمي مراد؟ لا ما زعلانة، قومي نشفي شعرش عن تستبردي. زين طلعي شوية تنفي على عمرش. شوفي البنية، أنت جالسة تأمريني؟ من الأم أنا ولا أنت؟ أقول لك قومي نشفي شعرش ولا بزعلش؟ لا تعصبي الدلوعة. دلوعة؟